ويمكن عدسات وكالات الأنباء العالمية النهاردة في هذه القمة اهتموا بزعيمين. زعيم الأولاني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والثاني التركي رجب طيب أردوغان. السبب إيه؟ يمكن السبب حضراتكم عارفين، الأزمة اللي بين موسكو وأنقرة بعد إسقاط المقاتلة الروسية على الحدود التركية السورية. وطبعا من تداعيات هذا الحادث بعد ما حصل، يعني الحكومة الروسية انتظرت أن تتقدم الحكومة التركية باعتذار، لكن ذلك لم يحدث، ما حصلش، ما اعتذروش الأتراك. اللي حصل أنه كان في أمال وطموحات عند ناس كتيرة جدا أنه هذه القمة هتجمع بوتين مع أردوغان. أردوغان بالفعل تقدم بطلب أنه يقابل ويلتقي مع الرئيس بوتين على هامش هذه القمة، لكن الكريملين رفض هذا الطلب ورفضه بشكل رسمي.